السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا لا فيديو يلقاكم صحه جيده. واذا كنتي اول مره كتشوفي هذا لا فيديو، ما تنسيش ديري سبسكرايب وتخلي لي تعليق، وعلاش لا ديرو جيم. مرحبا بكم. اليوم البنات غادي نشارك معكم الجزء الثاني بالنسبه للعطور المفضله او العطور اللي كتستعمل. كيف ما كتشوفوا معايا، عندي هنا العطور الشرقيه وعندي هنا عطور يعني العاديه، وغادي نشارك معكم كذلك بالنسبه للعطور اللي عجبتني والعطور اللي ما عجبتنيش، العطور اللي غنعاود نشريها ولا اللي ما غاديش نعاود نشريها. كيف ما كتشوفوا البنات، غادي نبدا معكم بالعطور الشرقيه. خرجت في هذه الاونه الاخيره العطور الشرقيه، عطات درت واحد يعني واحد خرجت العطور اللي هي رائعه جدا، اللي كتناسب بالنسبه للمناسبات. كيف ما كنا كنعرفوا من قبل، العطور الشرقيه كنا كنعرفوها غير في المناسبات، او لا في يعني في المناسبات، او لا في الاعياد، او لا مثلا شي عرس، وكذلك يعني في الحضور بالنسبه لشي عرس. كما قلت لكم دابا ولات كما قلت لكم ولات خرجت طوندوس بزاف العطور الشرقيه، فيها الانواع، فيها شتى الانواع شتى، حتى هي ولات كدير بحال العطور الاخرى يعني الفرنسيه. وكذلك غادي نشارك معكم البنات اول عطر، كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم. باش غادي نبدا، غادي نبدا بهذه رغبه اللي الصراحه كتحمقني بزاف الريحه ديالها اولا العطر ديالها. هذا يصلح يدار غير في المناسبات، يعني ما تقدريش ديريها في يوميا، او لا ديريها بالنهار، ما يمكنش غديريها بالنهار او لا بالليل الا كنتي معروضه لشي مناسبه، او لا شي عرس، او لا يعني شي عرس اسبوع مناسبه بصفه عامه. الرائحه ديالها او لا العطر ديالها ريحه العود، الصراحه البنات العود يعني واحد الرائحه اللي هي او لا واحد العطر اللي رائعه جدا، اللي شمها فيك يعني رائحه العود كتدل على الرقي، كتدل على ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم، كلكم اكيد راكم كتعرفوا الريحه ديال العود. ولكن صراحه هذه بالنسبه للرغبه، بطبيعه الحال لوريجينال ديالها، ما يعني لوريجينال اللي غادي تقدروا تلقاو فيها العطر ديال العود كيف ما هو. اما بالنسبه اللي ماشي اصليه، كيكون العطر ديالها ماشي بحال هذه، ما قاصحش، كيكون خفيف وكيكون غير تقليد وصافي. نتمنى الفكره توصل لكم. كما قلت لكم البنات، هذا العطر رائع جدا جدا، يصلح للمناسبات. واخا تعاودي تشميها وتطلي تشميها وكتبقى بزاف، يعني كدوم في الملابس، يعني كتبقى. واذا درتيها يعني شياكة وكذلك كما قلت لكم كتصلح للمناسبات، شياكة وكذلك الرقي، ان العود راكم عارفينو كيدل على الشموخ، كيدل. المهم نتمنى انه توصل لكم الفكره، انا ما كنعرفش نشرح بزاف على العطور، ولكن نحاول ما امكن نوصل لكم ولو فكره وحده على كل عطر، خصوصا في العطور الشرقيه. كما قلت لكم هذه هي بالنسبه للمناسبات المفضله عندي. بالنسبه للمناسبات هذه ماشي يوميه، يعني ما تقدريش ديريها وتخرجي بها للعمل ديالك، او لا شي خرجه هكا سامبل، لا تصلح غير المناسبات وخصوصا الاعياد، صراحه رائعه جدا وكتعجبني بزاف. بالنسبه للعطر الثاني، البنات هذه بنت حوران، هذا العطر رائع جدا. اللي علاش قلت عليه رائع جدا، الريحه ديالها ما قاصحاش، ونحاول انني نشرحها لكم. خفيفه وفلورال وبنت حوران البنات، تقدروا ديروها يوميا، تقدروا ديروها في الخرجات ديالكم، تقدروا ديروها كذلك حتى في المناسبات. العطر اللي تقدروا ديروه في اي وقت، في اي مناسبه، في اي بلاصه. صراحه كما قلت لكم الاثمنه ديالهم راه مناسبين، ولكن الاصليين البنات كنوصي على الاصليين. بالنسبه للعطور الشرقيه، الا خديتي التقليد ما تتكونش نفس الرائحه، ما تتكونش بنفس القيمه.
كما قلت لكم هذه بنت حوران اللي ممكن يوميا نقدر نقول عليها عطر يومي اللي نقدر نديرها العمل ديالي نديرها لاي بلاصه ولا الخريجه او لا مثلا كانوا عندي ضياف او لا مثلا خرجت مع الزوج ديالي ولا مع العائله نقدر نديرها او نقدر نسميها عطر يومي لانها خفيفه ماشي قاصحه وكذلك من العطور اللي شمها فيك تجيلو خفيفه يعني ما تكونش قاصحه ولا تضر او لا حيت كاينين العطور القاصحين اللي ما يقدرش شي واحد اخر يستحملهم ولا كاينين عطور اللي كيديروا شقيقه بالنسبه لهاد العطور البنات اللي قلت لكم ولو هذه قاصحه شويه ولكن ماشي من العطور اللي كتسبب يعني انا من الراس كما قلت لكم هذه زوينه بزاف هذه كنديرها يوميا تقريبا يعني من العطور المفضله عندي كذلك كنت معكم البنات العطور الشرقيه كذلك كاينه هذه الصراحه زوينه بزاف ولكن غير هي قاصحه بزاف راه سالات كنديرها كما قلت لكم في المناسبات صراحه الرائحه ولا العطر ديالها رائع جدا ما قاصحش بدك يعني داك قصوحيه اولا داك العطر القاصح اللي ما تقدريش تشميه ولا يضرك في نيفك اولا لا العطر اللي قاصح ولكن زوين يجي على القلب يعني العطر اللي اذا شميتيه تبغي تزيدي تشميه وكيبقى كيدوم كاع هاد العطور الشرقيه البنات راهم كيدوموا ماشي من الروائح ولا من العطور اللي دغيا كيزولوا دابا البنات هادو هما العطور الشرقيه اللي عندي غادي ندوزو العطور الاخرى كاينين سامبل كاينين ديال اوريفلام وكاينين ديال مينيسو وغادي نبدا معكم ديال اوريفلام صراحه هذه سانيتارا كنقول نعاود نشريها صراحه زوينه بزاف راه سالات الرائحه واعره البنات نوصيكم بالنسبه للناس اللي كيتقداو في اوريفلام ياخذوا هذه صراحه زوينه بزاف الريحه ديالها من بحال دوك العطور ديال الرقي الى درتيها ديريها وانت لابسه شي حاجه كلاس وانت خارجه لشي عمل او لاجتماع عمل او لا شي خريجه او لا مع الحباب او لا مع الاصحاب ولكن تكوني لابسه واو يعني تكوني لابسه شي لبسه كلاس وديري معاها هذه ديال اوريفلام الصراحه واعره عجبتني من الروائح اللي كيحمقوني في اوريفلام جوج د الروائح هذه وحده غادي نشاركها معكم دابا كما قلت لك البنات كما قلت لكم سمحوا لي هذه راه غير قرعه صغيره كاينه القرعه الكبيره شويه يمكن هذه ما عقلتش واش 50 ml يمكن هذه 50 ml المهم هذه ديال اوريفلام سكريني وايلا بغيتو تشوفوا يعني تاخدوها ننصحكم بها صراحه ما يمكنش ما تعجبكمش الريحه ديالها ماشي فلورال ماشي سكري ولكن من العطور الراقيه يعني الا درتيها وتحسي بالرقي ولكن ضروري تلبسيها ديريها مع لبسه كلاس كذلك كاين عطر ديال اوريفلام هذه البنات نوصيكم عليها اولا ننصحكم بها بالنسبه للعطور الصيفيه اللي كتحمقني في اوريفلام هي هذه راه قريعه ديالها خضراء كتجي في اللون خضراء غير دابا انا راه تقريبا عام هذه يمكن العطر هو اللي خضر والقريعه بيضاء راه بقى فيها غير شويه غادي نعاود نشريها حيت حمقتني بزاف العطر ديالها واعر زوين سكري واحد العطر اللي هو صيفي بامتياز وسكري وتقدري ديريها دائما اولا انت غاده البحر اولا انت غاده لابيسيل اولا انت خارجه مع نهار كامل صراحه كيبقى كيدوم بزاف ورائع جدا عطر صيفي بامتياز هذا كذلك كاين صراحه من عندك ما عرفتش ما عقلتش على السميه ديالها ولكن الا شفتوا القريعه قدرت تعرفوها في الكتالوج ديال اوريفلام صراحه من العطور اللي واو العطور الصيفيه اللي كتعجبني بزاف اوريفلام هي هذه واكيد غادي نعاود ناخذها كاين عطور البنات ديال مديني كلكم كتعرفوا العطور ديال مديني اللي في طنجه صراحه كون غير دخلوا هالاكادير ولا في كازا ما عرفتش واش كاينه ولا لا نتمنى يدخلوا هالاكادير صراحه واعره بزاف العطور ديال مديني دائما وقت ما مشيت لطنجة كناخد واحد ولا جوج راه القريعات عندي خاوين هادي اللي باقي فيها شويكم ومخلياها حتى يكون شي واحد في طنجة
شي واحد كنعرفو نوصيها اولا انا الا مشيت ناخذو. الصراحه مازال كنقلب الا كانت شي وحده كتبيعهم كاينه في اكادير تخلي ليا كومونتير اولا تخلي ليا النمره ديالها ولا الفيس ديالها. صراحه كيعجبوني الروائح ديال المديني والناس اللي مجربينهم يخليو ليا التعاليق في التحت قولوا ليا اين النمره اللي كتفضلوا. كاينه هادي كذلك سينيورينا هادي نقدر نعطيها 7/10. العطر صيفي كذلك سكري ولكن ماشي سكري بزاف وكذلك بحال ريحه النعناع بحال ريحه فلي يوميه خفيف هذيك هذاك العطر وزوينه ولكن ماشي يوميا يعني عطر صيفي ولكن ماشي من المفضلين عندي. كاين اخر عطر لا ماشي اخر عطر هذا ديال زارا. صراحه زارا كانت يعني معروفه بالعطور ديالها زوينين زوينين ولكن ماشي هاد لي زاجونس اللي عندنا هنايا في هذا خصوصا ديال اكادير كاينين عطور غير السامبل. بالنسبه للمركزات الاخرين اللي كاينين في مدن اخرى عندهم عطور واعرين اما اللي في برا كاع راه خلاص عندهم عطور واعرين واعرين بزاف. البنات ما تحقروش العطور ديال زارا راه من واعرين وكذلك في المتناول يعني صراحه الريحه ديالها مسكره زوينه بزاف. هذا عطر ليلي راه مكتوبه فيه نوي هذا عطر ليلي 100% يعني ما دايرينش من النهار الا كنتي خارجه ولا شي حاجه. المهم هذا عطر ليلي كيدار بالليل في الصيف في البرد ما كاينش مشكل غير هو ديريه بالليل. هذا عطر ليلي الا كنتي خارجه. وبالنسبه للقريه راه شدات ديال البنات راه تقريبا راه من داك العام وهي عندي وكندير فيها بزاف بالليل الا كنت خارجه بالليل ومازال فيها خير البركه. بالنسبه للعطور ديال زارا كما قلت لكم راهم واعرين والثمن ديالهم في المتناول. كاينه هذه اللي كنعشقها بزاف راه سالات لي وما سخيتش بالقرعه. هذه صراحه جاتني كادو من عند واحد السيده زوينه بزاف عزيزه عليا ميس دارلين. كلكم كتعرفوا ميس دارلين هادي سالات اليوم وسخيتش بالقريعه خليتها عندي كنشم فيها الرائحه ديالها. ريحه اللي هي كلاس 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 يعني واعره بزاف وساليتها راه تقريبا عامين وهي عندي عامين فاش ساليتها واخا كنديرها دائما رائعه جدا. واخر عطرين اليوم من مينيسو اكيد كلكم كتعرفوا مينيسو فيهم عطور زوينين وفي المتناول. كاينه هادي اللي فيها قليب هكا زوينه بزاف سالت لي الصراحه ولكن المشكله ديال مينيسو ديال اكادير ما فيهش هاد العطور اللي كنت ديجا خديت من فاس من مينيسو ديال فاس وهذا اللي رائع احسن عطر ديال مينيسو اللي متفق معايا خلي لي كومونتير هو هاد العطر هذا شامباني لايف. صراحه واعر بزاف وسكري وديال الصيف بامتياز زوين زوين بزاف وسكري كما قلت لكم سكري وعطر صيفي بامتياز من العطور اللي كتحمقني راه باقي فيها شويه ولكن ما كاينينش فهنا ما عرفت واش مع هاد كورونا ما بقاوش دخلوا هاد العطور ما فهمتش ولاو دخلوا عطور اخرين ماشي هادو اللي كنا ديجا خدينا. يعني كل مره كتلقاي حاجه جديده علينا بغيتي تشري وحده اخرى كتلقاي عطر اخر ما كتلقايش هذاك الشيء اللي ديجا كنتي خديتي. نتمنى البنات هذا يكون اخر عطر غادي نبارطاجي معكم. نتمنى البنات هاد العطور او الطريقه باش شرحت لكم العطور تكون نالت الاعجاب ديالكم ويكون هذا الفيديو خفيف ظريف عليكم. نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديد. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم والكومونتير. بسلام عليكم.